ما هي المقولة الشهيرة للسلطان سليم الثاني والتي أصاب بها عين الحقيقة وإن لم يرق ذلك للكثيرين عبر التاريخ؟ عن هذا الموضوع أعزائي سيكون هذا الفيديو من قناتنا منارة الثقافة، لكن قبل أن نواصل ندعوكم طبعا إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. من الأقوال الشهيرة للسلطان سليم الثاني بعد جلوسه على العرش العثماني هذه العبارات التالية: أبي كان يريد أخي محمد، وأمي كانت تريد أخي بيزيد، والجيش كان يريد أخي مصطفى، والله كان يريدني أنا. هذه أعزائي هي مقولة السلطان سليم الثاني، ولعلي أزيد عليها أن الشعوب المعاصرة بعد مشاهدة دراما القرن العظيم قد تمنت بكل جوارحها أن يصل الأمير مصطفى إلى العرش، ولكن وكما قال سليم الثاني فإن الله أراده هو لحكمة لا نعلمها. هنا أعزائي نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.